الزمكم ذبحني. فكرة بتاعت التحدي هي فكرة ما اتعملتش قبل كده. لا هي اتعملت قبل كده. بصوا بصراحة يعني عشان اكون صريح معاكم، الفكرة دي اتعملت عند الاجانب كتير عشان هم عندهم معدات وبتاع، وفي ناس عرب عملوها بس ما فيش اي حد مصري عملها طبعا عشان الخشب عندنا غالي والحوار ده بياخد تكلفة كتيرة جدا. وغير كده انا بس عشان اخرم الاخرام دي خدت 10 ايام. ده الاخرام ده يعني ده دخلنا في 50 يوم. بس فكرة التحدي بتاعت النهاردة هي غشيمة جدا وصعبة جدا، فيها جوائز كتير جدا وغالية جدا، وفي نفس الوقت فيها عقبات صعبة جدا. تعالوا بقى اشرح لكم فكره التحدي ورمي في الشرح اسطوره، علشان كده ده اول تحدي هشرحه. تمسك الكوره و تهدفها هوب 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 هوب. اوه كده انا ما خدتش حاجه، خدت الستر والرضا ودول الحمد لله. فالمهم الكره لو نزلت عند 100 دولار هتاخد 100 دولار، لو نزلت على اكس مش هتاخد اي حاجه، لو نزلت على جنيه هتاخد الجنيه، ولو جت على علامه الاونو دي هتبدل اللي انت خدته مع حد تاني. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان هي لو جت على علامه القرع اللي ورايا اللي انا بحاول اخبيها زي ما انتم شايفين يعني هنبقى نشوف الحوار ده بعدين. التحدي بتاعنا معمول من جولتين، ده كده لسه متسخن. نبتدي انت ولا انا؟ الرجال اولا، نبتدي الرجال تحت النساء. تعالى يا نساء. تعالى يا جرجر. سامع؟ ال 100 دولار هناك. هوب 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 هوب. خليكي هنا خليكي هنا خليكي هنا، انت بتروحي هناك ليه؟ اوه عارف الدولار؟ ليه جنيه؟ ده انا عامل برج من الفضه. استنى 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 هخليك المشهد احلى. لا ماليش في العمق، استغفر الله العظيم. خلاص 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 تعالى تعالى. عملت لك بدون انت تحبه. علينا احنا معانا البير وغطا عشان كده بيلبسه في كل تحدي. دولار. ايه ده ثانيه واحده بس، ايه تغيير العمله اللي حصل فجاه ده؟ ايه ده احنا يعني دي جنيه ودي 10 دولار ليه؟ عليها نفس العلامه ولا لا؟ متفقين ده 10 دولار؟ ما اتفقناش، انا اصلا لسه شايف التحدي، انا لسه عارفك النهارده. طب انا عايز الدولار بتاعي، الدولار ب 30 جنيه، ما تعرفش دول بيجيبوا كام كيلو؟ هو غالي بس لسه دي عشان خميت اخوك. ودي؟ خد يا بطل هدفع لك انا ال 30 جنيه وتمسك. الدولار ب 31 33 33 33 يعني عندي المشتري 30. يلا يلا ايه دوري تاكلوا مال الحرام ولا ايه؟ المرة دي انا هنشى 100 دولار نشى. ليه؟ ليه؟ عشان انا تخيلتك فيه حركة غير مقصودة. العب العب بس عايزك تبقى ثابت، مش عايزك تهز خالص، اوعى تتهز. لما تصدق انا عارف. لا قلب كباريه يا جدعان في الاوضه عندنا فوق، عشان كده هو اللي معاه بدله الرقص. انت تحبيت على وشك؟ ابعد عني انت لا كنت عايزها هنا. ايوه 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 الله اكبر الله اكبر. ليه روحت هناك؟ الله الله مالكش غيره يا بص عايزك توطي اطلع احدف. لا ارفع تدوس عليا. لا لا تدوس على اخوك. انا لما طول الارض دايس على وشك بالجزمه جت على اخوك. مش هرد عليك عشان هو يعني ما تردش على اخوك الكبير. بس اضربه عادي عادي لو قليل ادب تضربه عادي. انت كده ما مستكش بجد والله. والله يلا يلا ادي 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 ها ادي ها ادي ها ادي. يا اخي انا ليه حظك في الدنيا كرهاني دي يا صاحبي؟ انا كده 600 جنيه ولسه بنقول يا هادي ولسه بنقول يا هادي. على فكره ما يغركوش يا جماعه ان الفلوس دي ما بيننا، والله بياخدها. والله العظيم بياخدها. ايوه يا جدعان بشتري بيها حاجات. طب طلع اللي في جيبك. بصوا عادي حوالي 800 جنيه، الراجل ماشي ب 800 جنيه، تعالى اوريكم انا ماشي بايه. ايه ده دول ال 31 اللي انا كسبتهم؟ ده انا طلعت شحات بجد. دي عمرها ما بتحصل.
هلعبها تاني. هو ايه ده؟ هوب 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 عارفين دي ايه؟ خد هات ال 600 جنيه. 600 بس الدولار ب 31 يعني ايه عندك 10 جنيه؟ ثانية خد 20 معاك 610 610 رضا قو هوب 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 على فكرة خبطت هنا كانت هتطلع بره والله كانت هتطلع بره. هو المسمار ده يعني بص 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 المسمار ده ايه مكانه هنا؟ ليه مكانه هنا؟ انا مش فاهم. سلم على الشهداء اللي معاك وحشني. مش هتعمل كده في اخوك. توحشني انا والله العظيم دموع الفرحة. تختار مقص ولا مكنه حلاقه؟ ما عندناش مكنه حلاقه فهتختار مقص. لا عندنا 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 اه انا عايز اجرب بس عندي شرط. لا عندك الجزء ده كله الحبه دول ضعاف بيقعد فما رضاش اخوك يكون. بص هو اصلا مصوره من ايه؟ فبقيتي قرعه من قفاه فبقيتي قرعه. انا عايز نفس القفا ده. لا ما تفرحش. بص انا هغمى عيني واخش. انا مش جايب لك اي مكنه حلاقه. مكنه حلاقه بريميوم. الفكره اللي ماسكها نوت بريميوم. الحته دي كده باشا 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 شعرك فيه قشره. ما بتهتمش بشعرك ليه؟ اصلا عندي شعر. انت هتحلق ولا هتكمل هنا؟ لا الاثنين. بص هو حاطط الصوره بقى يعني اخرك لا مؤاخذه تحلق فاحلق فاهم وانت ساكت كمان. انا هتعامل معاك كاني ايه الحلاق بتاعنا. عندنا حلاق يا جماعه استغفر الله العظيم يا رب. انت هتشتغل بجد ولا ما انت فكرها مونتاج؟ ايه يا حبيبي؟ انت في قناه التوينز مش في قناه حلبسة. باشا بعد اذنك هات لي كرسي حلاق وهات لي مريله. هي سخنه قوي ليه؟ هو في حاجه بتتشاف؟ هتعرف دلوقتي. ايه ده؟ نزيحه الشعر وقعت على ايدي. مش كفايه؟ لا باشا انا هعمل زي اللي في الصوره بالظبط. لا هو مش شرط انت فاهم. لا ده احنا ما بتشيلش خالص. ليه؟ ما بتشيلش خالص. ما بتشيلش خالص. وانا ياما مهدود. خدش باله؟ طب هو ديله بقى. انا ياما مهدود القيد. انت بتجيب الشعر ده منين؟ ولا ثانية انت رايح فين؟ وطبعا عند الحلاق بتبقى فيه فرشة صغننة كده بس عشان احنا التوينز معانا فرشة تانية. اصبر ما دي بتاعت الكتاف لما بتخلص يوم دبب على كتفك ويقول لك انا هعمل منك شرايح بني. ورينا قفاك كده للكاميرا. مع الاسف يابا الدنيا دي غابه. وريني قفاك. نهار اسود. لا قفل حلاقه. ثانية واحدة. انت لما بتروح عند حلاق بيحلالك بكام؟ 20 جنيه 30 جنيه. انت عايز ال 20 جنيه كده. تمن المكنة والله في سيف. امشي انا. انت بس عملت مشكلة واحدة. دماغه بقت شبه البطاطس صغير من الجنب. شبه البطاطس. هو لمس الجنب؟ يا بيته لمسه. انا الجنب. خش على جولتي. بصوا يا جماعة دي الجولة التانية. معانا حاجات غامضة. معانا عسل. انتوا كده معاكم علبتين عسل. علبة في الصندوق. علبة. ومعانا الايربودز ماكس ودي تلاقيها برقم دلوقتي. ومعانا كوباية اندومي كوري حار. ومعانا طبعا نوتيلا ولوتس والحاجات دي حلوه جدا برضو. ننشل على ايه بقى؟ ننشل على الايربودز ماكس. عيل خفيف. عارف لما تنشل على حاجه وتجيبها ده مش معناه انك ناجح، معناه انك رامي ودي افكر. ليه انا يجي فيا كده ويجي انت فيك كده؟ روح استلم الجايزه حبيبي، روح يا بابا. روح استلم يا بابا. هات يا صاحبي، هات انا هفتحها. ما تفتحهاش. ما تفتحهاش. انا قلت ما تفتحها. هتفتحها؟ هتفتحها. انت مش بتفتحها. انت مش بتفتحها فعلا.
صدمه كبيره هتكسرها دي بروكو. انت كده اخدت السماعه؟ هنجربها. لا مش هنجربها، بجربها بعدين. هوب 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 هوب. لا 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 ابعد 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 عسل. ايه ده؟ ايه لوني تونز ده؟ انا بجد ما اعرفش، وحياة ربنا ما اعرف. ده ايه ده يا جريكس؟ مهموسة منك يا حبيب اللي بقى. اوعى اوعى دلوقتي، بتبقى حالة غريبة جدا. أول مرة ألبس حاجة زي كده. الفكرة إن هو يا جماعة بعتوا لنا السيريلاك على أكتوبر. المفروض هكمل التحدي كده. مسك عليك زلة، الكاميرا بتسجل. بقول لك خدوا لي شوية سكرينات شوتات كده وبعدين. بكرة تشوف شرطة عياشي ومع غيري كده. لا يعني بص اللي لابس لابس إيه؟ نفس الوقفة بتاعته بالظبط. أنت بتاخد لوني تونز. وانا باخد ايربودز ماكس. واحد اثنين ثلاثة. هوب 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 هوب. ولد ولد حزب. ليه يا رب يا ربي ليه يا رب؟ هو في ايه يا ربي؟ هو في بجد؟ ايه ده، هو انا اختار واحدة منهم ولا اخد الاثنين؟ سهل افكر ابتدي بايه؟ اختار واحدة منهم. ما بختارش باخد الاثنين. لا بتختار. هات اللوتس. خدنا نوتيلا كتير. بيني وبينك نور الكاميرا احنا اخوات، ما في طعم تاني بس سرنا ما يتفتحش بره. ايه عايز تجيب لي لقمه اللوني تونز؟ هجيب لك. لا وتسلفني كمان طعمه. هتجيب لي طعمه والله. هنشوف الجاب ازاي وهجيبه لك. فلوسك ال 20 جنيه تكمل عليهم ماليش دعوه. سكه ايه ده؟ عايز معلقه؟ ربع البرطمان هيترمي. لا لا في حاجة في الدنيا دي احنا لسه ما اكتشفناهاش، بالذات الاختراع الفاجئ. لا كده نص العلبة هتترمي. ربنا ما طعم الفجر. خش بقى على دور. يلا 1 2 3 طلعت بره. ماليش مسير ان مسار ان انا العب فيه النهارده. مسير مسار مساره. فانا هسير في الاتجاه ده. ده لما واحد يكون عارف ان حظه كله زفت فيخلع. تعالى اوريك يا ابني الاساطير بتتعامل ازاي. او 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 ها 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 او او قلبي كده عارف. وانا ما بحبش العسل بس انا مش عارف ليه مالك فرحان. لا انت انت مش عارف العسل ده هيتعمل بيه ايه. شفت دي؟ شفت ده انا اللي عاملها. هتبقى هنا. اديني العسل. ايه عسل يا عسل يا جميل. بص جايب لك عسل اسود. اسود؟ اه ابيض على الاقل مغذي. يا مظلوم ارتاح. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ركب لي شنب عشان البتاع ده مش نافع. ممكن تفتحها لي؟ هي كانت محتاجه راجل بس. حبيبي تسلم ايدك. لا اصبر، اني اعمل شويه اتفاقات سريعه. ماشي. عشان انا عملت لك في الباك. ما تجيبليش في الباك. بالظبط، انت بتنتقم فتنتقم من هنا. لا مقدم عشان ما تزعلش على البنطلون. ما عشان بنطلونك يا صايع. على فكرة يا جماعة العسل ده اكسباير، يعني حتى النحلة هيتكسف فيه أرض. العسل هو البصل والبصل هو العسل والجدع هو الجدع. هكتب اسمي رو. وممكن أعمل حاجة؟ جدعان ده ليفل تحديات عالي جدا بصراحة. احنا أول مرة نعمل عقاب زي ده. ده بقى نخش على الليفل اللي بعده على طول. لا لا لا. طب أسيبك تخلص تنويته وأجيلك. بقول لك إيه؟ قول ان انت مش راجل. يا عم انا مش راجل. ايه ده بالسهوله دي؟ ده انا كنت متوقع في المقاومه. ما انا خليتك قبل كده تقول انك مش راجل بس بتاعتي صادقه اقسم. انت بتقول ايه؟ انا ده انا سيد انا مش راجل. قلت سبسكرايب يا جماعه، اشتركتوا في القناه. يا جماعه حابب اقول لكم حاجه قبل ما تشتركوا في القناه. سامعوا بقى.
طب يا جدعان كده نكون خلصنا التحدي بتاع النهارده. لو التحدي عجبك اهم حاجه ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وما تنساش تشغل الجرس وينزلنا فيديو على رايك تروح شوفه ونشوفكم الفيديو الجاي.